الشوط الثاني تقريبا عرفنا الجيل الجاي معناتها الادفرسات في النص الملعب ما كانتش ثم فرص كبيره على الكونتر بارتي، كانت عندنا فرصه كنا نجموا معناتها نلوط الكره نقضي بها المباراه، كانت معناتها فرصه تقريبا هذيك هي تلعب ماتش على الاكستيريور تلعب هذيك بلوك موان با دونك اللي نقصنا يمكن معناتها الهجمه الاخرانيه ما عندناش معناتها كما قلت لي مويان تاتاك اللي لازمين باش نلعبوا به مع ماتش على الاكستيريور نتاع ماتش باش تقبل تقريبا نسبه كبيره من اللعب، وراهو معناتها سي معناتها غولي معناتها باش وخرنا باش نشبك ما نجموش نتاكيو معناتها النادي الافريقي في نص الملعب نتاعو، لا اخترنا استراتيجي باش نجبدوا الخصم، لكن اللي كان ناقص كما قلت معناتها نشوف تاتاك اللي نجم يكون معناتها بلي رابيد اللي باش نلعبوا عليه الكره هذوما. لوطان ماستا ماتش دو دي بيكسيتون. زوكازون اللي جاو النادي الافريقي بالنسبه للشوط الاول موجود معاك. كانت دي بار معناتها نقص بريسيت دو بار تاع ميريت نتاع ديفونس وتاع ميريت نتاع كارديان اللي معناتها ما سوفي لي سيتياسيون هذوما. دوزيام لي طون ما كانتش ثم فرص. كونسيرنون معناتها الماتش الجاي احنا كيما اهميه الماتش النادي الافريقي كيما اهميه ماتش الجاي كونتر ليتوال ادوميسيل سي بي امبورتون راهو لان بوان بالنسبه ليا بور لو مورال برشا ناس بوتيتر كانت تشكك شويه في الفروض هذه ماهيش معروفه براتيكمون اللاعبيه معناتها ماهمش اسامي كبار سي بان شوا انا نخدم عليه براتيكمون ديما في الاستراتيجي بتاعي دونك ورينا اللي ان شاء الله الفريق معناتها في صحه ما نقولش جيده لكن لاباس اللي اهم هو الماتش الجاي راهو لانبوا معناتها كل مورال اكثر ولا اقل الماتش الجاي ماتش مهم كيك سوا لادفيرسير نجم تساعدي مرحبا به لكن نلعبوا في الملعب نتاعنا في بطوله كيما هذه معناتها كيما تعرفوا معناتها على بركه فيه دونك مفروض عليك باش تحاول تاخذ الفورمون نتاعك هذا اللي يصير ان شاء الله هذاك اللي يصير. السلام عليكم، لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد ان شاء الله.